أزمة جديدة قديمة تخنق المحافظات السورية. شو أخي؟ شو العالم اليوم؟ ما معرف شو الرقم، كلهم فعل الموتور رجل. مدينة فيها 8 ملايين بني آدم، مليونين منهم مو عارفانين شلون بدهم يرجعوا على بيتهم اليوم. استيقظت المدن السورية صباح 27 من آذار على قرارات جديدة من وزارة النفط تنص على تخفيض مخصصات المشتقات النفطية البنزين والمازوت. عزت الوزارة سبب التخفيض إلى إغلاق قناة السويس بعد جنوح السفينة العملاقة إيفر جيفن، لكن رغم عودة القناة للعمل لم تنتهي الأزمة. وضع المواصلات اليوم كتير مأساوي. أكبر تحدي لطالب الجامعة أو أي موظف أو أي حدا أنه يركب باص النقل الداخلي ويوفر أجر التاكسي. حتى المحافظة خفضت عدد الباصات الشغالة على الخط لأنه ما في مازوت. كتير طلاب وقفوا تسجيلهم لأنه حالتهم المادية ما بتسمح لأنه يركبوا تاكسي عشان يروحوا فيها، لأنه الباصات كتير سيئة أنه يوصل فيها الواحد منه قادر ياخد باص داخلي ليوصل لأي مكان بده إياه، لأنه ما في مكان بالأساس يحط إجره فيه. مبررات كثيرة سبق للحكومة السورية أن أرجعت إليها سبب أزمة المحروقات، منها الفساد والعقوبات الدولية، في حين رفع قطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق أجور السيارات العاملة إلى أكثر من ضعف التأشيرة الظاهرة على الشاشة حتى تعديل عدادات السيارات. حددت وزارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادة البنزين الممتاز 2000 ليرة سورية، في حين دفعت أزمة المواصلات السكان للبحث عن حلول بديلة تغنيهم عن دفع التكاليف التي أصبحت عبئاً إضافياً على حياتهم. أزمة تعكس العجز عن تأمين أبسط المستلزمات المعيشية، فهل تفرض هذه الأزمة تغيرات جديدة على الأرض السورية؟